تفضل يا محمد. لو سمحت. ايه يا استاذ؟ حضرتك انا اللي جاي عامل دور الدكتور، ما تعرفش هيحتاجوني امتى؟ لا ما اعرفش، بس ممكن حضرتك تسال اي حد من قسم الاخراج لانها تبع البوفيه. تبع قسم الديكور يعني؟ يا استاذ بقول لك بوفيه. ايوه، مش انتوا قسم الديكور ناس بتمسك البوفيه، ناس تمسك الكنبه، ناس تمسك اللمبه، ناس تمسك السرير، شغل سيم. انا فاهم. يا عم بتاع البوفيه انا اجيب لك شاي قهوه ينسون. ايه الاحراج ده؟ هو يعني حضرتك تبع البوفيه بجد؟ ايوه. تحب اجيب لك حاجه تشربها؟ بص انت ابتسامتك حلوه وقلبي ارتاح لك. ربنا يكرمك يا رب. سؤال اخوي يعني. اتفضل. الشاي عندكم بكام؟ شكلك كده مقيح وهتتعبنا. مقيح ايه يا استاذ؟ هو مش باين النظافه؟ ده انا صارف والله. يلا اهم حاجه المخرج مش هو. شوقي عم شربطلي. ازيك عم شربطلي؟ الناس هنا عماله تستلقفني لبعض وشفت بهدله في الطريق عشان اجي في معادي. يا ابني النجوميه مش بالساهل. شوف الاستاذ محمود المليجي تعب ازاي. شوف وحش الشاشه فريد شوقي اتبهدل قد ايه. عندك حق يا عم شربطلي، كله يهون عشان خاطر النجوميه. ركبوا الكرين يا جماعه بسرعه، ثلاث اسابيع بعمل في فيلم ليه؟ بعمل تايتانيك. يلا ننجز يا جماعه. هو فين المخرج ده؟ استاذ معتز. ايوه ده اللي هيعمل شخصيه الدكتور. شوقي الدعكي مع حضرتك اللي جاي لدور الدكتور. ايه الهبل ده؟ فين هبه؟ فين هبه؟ فين هبه؟ استاذ هبه. فين هبه يا جماعه؟ ايوه هنشوف هبه فين. ايوه يا ريس. ايوه خير. قولي لي ان في حاجه غلط ان ده يعمل دور الدكتور. لا يا ريس هو والله. هو ده منظر دكتور؟ انا بسالك سؤال بذمتك، ده منظر دكتور؟ الطب لو 1% ده ما ينفعش بقى دكتور. مين اللي سكنه بقى ان شاء الله؟ ما هو يا ريس عم شربطلي قال لي ان عم شربطلي بسكن وانا عايش ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ بس انا هحلها. او النبي حلها يا استاذ. حاضر حاضر. يلا جهز لي بمشهد الزبال. يلا يلا. الزبال ايه بس حضرتك؟ انا جاي هنا عشان اعمل دور الدكتور ومؤهل نفسيا لكده. مؤهل ايه يا هطل؟ نفسيا. وانا جاي اعالجك ولا ايه؟ انت يا ابني شكلك زبال. انت ممكن حضرتك تنسى الوش وتركز في اللبس، هتلاقي لبس دكتور. مين قال لك يلا ان دي هدوم دكتور؟ ها مين قال لك ده منظر زبال يا ابني؟ دي هدوم زبال بجد والله. طب في مشكلة تانية. اخلص. حضرتك عارف عشان الممثل يبدع لازم يدرس الشخصية. فأنا كنت دارس شخصية الدكتور، إنما الزبال ده معرفش أي حاجة عنه، معرفش بياكل إزاي، بيشرب إزاي، بيتحرك إزاي. حركاتك دي حركات زبال، تعرف تعمل دي؟ بعملها على طول. بإيه؟ بشوفها على طول. هي دي بالظبط حركات الزبال. خلاص؟ طب ممكن حضرتك أي دور تاني؟ هتعمله ولا تروح؟ أروح؟ لا لا حضرتك هعمل زبال وأمري لله. مع انه بعيد جدا عن شخصيتي. يلا 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 يا هبه ننجز. حصل يا ريس.